الشباب هم أساس النهضة، ولا يتم ذلك إلا عن طريق تدريبهم في المجالات التي يحتاج لها سوق العمل. وعلى هذا الشأن جاءت الانطلاقة الرسمية للدورة التدريبية لصالح طالب العمل بمدينة بنغور، والتي نظمتها الأونبي بالتعاون مع جمعية أكوادا. جرت المناسبة بمقر الهيئة الوطنية لترقية العمل الأونبي، وذلك بحضور الأمين العام لولاية مايكب الشرقية وعدد من القادة العسكريين والإداريين. في بداية المناسبة تحدث رئيس مكتب أونبي بنغور السيد عيسى شريف اللتشي، والذي تقدم بالشكر باسم الهيئة للمشاركين بالدورة، مضيفا بأن الطريق إلى عالم الأعمال لا يتم إلا عن طريق التدريب المكثف والدقيق في المهن المختلفة، وأن دمج الشباب في دنيا الأعمال هي ضمن سياسة رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، وأن هذه الدورة التدريبية لطالب العمل جاءت تلبية لحاجة الأيدي العاملة لمشروع بناء جسر بنغور يقوى. وأما رئيس جمعية أكوادا قرقم جوزيف فقد شكر الهيئة الوطنية لترقية العمل على تنظيم هذه الدورة التدريبية لطالب العمل، والتي تعتبر دفعة لتطوير الشباب بالمنطقة وكذا توفير الموارد البشرية بالولاية. ومن جانبه الأمين العام لولاية مايكب الشرقية أحمد محمد تولي فقد أعرب عن فرحته لحضور مثل هذه المناسبة، وأضاف في حديثه بأن الحكومة التشادية بتوجيهات من مشير تشاد إدريس ديبي إتنو قد أولت أهمية بالغة للتقليص الفقري والبطالة في أوساط الشباب عن طريق وزارة التكوين المهني والحرف، وتقديم الدعم للشباب والشرائح الضعيفة عبر الأونبي والهيئات الوطنية الأخرى. ومما تجدر إليه الإشارة فإن عدد المشاركين هم 1590 مشاركا ومشاركة في المجالات التالية: البناء والنجارة والفندقة وغيرها، وتستمر الدورة لمدة أسبوعين.